بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى صحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب صحيح الإمام البخاري للإمام الحافظ الحجة أبي عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة البخاري رحمه الله، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الباب 19 من الكتاب 77، كتاب اللباس، باب الأكسية والخمائص. والأكسية جمع كسوة أو كساء، وهو كل ما يغطي البدن، كلمة عامة لكل ما يغطي البدن. والخمائص تخصيص، والخمائص هو كل إيه كساء له أعلام. أعلام يعني إيه؟ يعني ملون، مزركش، في خطوط. يبقى الأكسية عامة تشمل كله، السادة والملون، والخمائص اللي هو ايه بيبقى فيه اعلام وايه وزينة وزخارف ورسومات وهكذا، يسموه خميصة. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام البخاري في صحيحه الحديث 75 بعد 800 و5000. قال: حدثني يحيى بن بكير، ده مصري، يحيى بن بكير ده ايه مصري من مشايخ الامام البخاري المصريين. قال: حدثنا الليث، عالم مصر ايضا، الليث بن سعد، عن عقيل اللي هو عقيل بن خالد بن عقيل، عن ابن شهاب اللي هو الامام الزهري محمد بن مسلم، قال: اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة اللي هو المسعودي، جده ايه عتبة بن مسعود، عتبة بن مسعود أخو سيدنا عبد الله بن مسعود. قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم قال: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مرض وفاته، طفق يطرح خميصة له على وجهه. طفق يعني أخذ يضع خميصة، يعني قطعة قماش على وجهه كده علشان يغطي وجهه، يقوم يستريح من الضوء بسبب الصداع المصاحب للحمى، فكان يضع خميصة على وجهه صلى الله عليه وسلم. والخميصة هو كساء أسود وبيبقى مربع وإيه وأطرافه ليها أعلام كده، يعني إيه يعني مقلم على الأطراف، فإذا اغتم كشفها. اغتم يعني ايه؟ اختنق من قلة الهواء، يقوم يعمل ايه يشيلها شوية ياخد نفسه وبعدين يحطها، يبقى اغتم يعني ضاق نفسه من ايه؟ من قلة الهواء بسبب غطاء الوجه. فإذا اغتم كشفها عن وجهه، فقال: وهو كذلك، يعني وهو على ذي الحالة، لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، لأنه على فراش موته وسوف يموت ويبقى له قبر، فبيذكر أمته ما تعملوش زي اليهود تعبدوا قبور الأنبياء بتاعتكم، لا تزوروني لكن ما تعبدونيش، كأنه إيه بيحذر ما صنعوا، مش إن الأمة بقى هتعمل كده، لا، هو يعلم ان هو في مرض وفاته، وبعد الوفاة في دفن، وبعد الدفن في قبر، فبيقول لهم ان اليهود كانوا بيعبدوا قبور انبيائهم، اوعوا تعملوا كده مع قبري، وقال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد بعدي، كمان دعا دي الدعوة واستجاب الله دعوته والحمد لله. يحذر ما صنعوا. والحديث ده فيه اشكال كبير طبعا، لأن الوهابية قاموا عليه قومة وفهموه بطريقة عجيبة،
وقالوا ان حتى قبور الاولياء وقبور اي قبر مسلم واي واحد يزور قبر يبقى مشرك، وعملوا منه ايه احكام عجيبة الشكل، وحملوا الحديث فوق ايه ما يحمل. فهمت بقى ازاي؟ وكفروا المسلمين. لكن الحديث فيه اشكال. ليه؟ لان اي قبر نبي من بني اسرائيل بيعبد الان، شاور لي عليه كده، لا يوجد، لا يوجد، الواقع يكذب الحديث. سيدنا موسى نفسه قبره مش معلوم عند اليهود، اللي هو ايه بني اسرائيل، ده النبي المعظم عندهم الكبير قوي. طب فين قبره؟ لو اتخذ قبور ابيهم في مساجد، فين قبره اللي عبدوه فين؟ لا عبدوه ولا يعرفوا قبره فين، بل قبر سيدنا موسى اللي بناه صلاح الدين الايوبي. يعني في قبر لسيدنا موسى في طريقه كده للقدس، تعدي كده تلاقيه على ايدك الشمال، قبر كبير. تسأل مين اللي بنى؟ يهود دول اللي بناه سيدنا ايه صلاح الدين الايوبي، لانه اراد ان يعمل مزار للمسلمين ولليهود وايه وللنصارى في القدس، علشان ايه سيدنا صلاح الدين الايوبي كان يريد ان يقول للمسلمين مش متعصبين، انتوا دلوقتي بتاخدوا القدس يا مسيحيين اوروبا، عشان احنا هنمنعكم ابدا، ده احنا هتيجوا تتفضلوا، تعالوا اتفضلوا زوروا اللي انتوا عايزين، لا انا منعكم، وهعمل لليهود كمان مزار ليهم. فكانت التواريخ بتقول ان سيدنا موسى مدفون هنا، لانه قال لما مات اللهم اجعلني على ايه اقرب ما اكون للارض المقدسه، فقال دفن على رميه حجر، يعني قريب من القدس. وكانت الناس متوارثه الخبر ان سيدنا موسى القبر الصغير ده بتاع سيدنا موسى. جاء صلاح الدين الايوبي راح بناه وعمل قبر فخم ومسجد كبير حوته، علشان ايه يغري اليهود ان يزوروه، ولا واحد يهودي بيروح يزور. يبقى الحديث يخالف الواقع، ما فيش قبر لبني لنبي من بني اسرائيل معلوم يزار اصلا في الواقع، اي نبي من انبيائه، حتى قبر سيدنا زكريا فين ما يعرفوش. فهمت ازاي؟ طب سيدنا يحيى قبره فين؟ في المسجد الاموي في وسط المسلمين، احنا اللي بنزوره سيدنا يحيى في وسط المسجد الأموي. يعني الحديث فيه إشكال، وإن كان صحيح الإسناد إلا أنه خبر أحاد يخالف صريح القرآن اللي بيقول يقتلوا الأنبياء. ده ربنا قال على بني إسرائيل مش بيعظموا الأنبياء، ده بني إسرائيل بيقتلوا الأنبياء ويؤذوهم. القرآن مش بيقول كده في أكتر من آية؟ طب منين بقى الحديث يثبت تعظيمهم إلى درجة العبادة والقرآن يبين عدم تعظيمهم بل قتلهم وإيذائهم، ثم الواقع يؤيد القرآن ويخالف الحديث. الواقع كمان يؤيد القرآن ان ما لهمش تبع قبور لانبيائهم بيزوروه، لانهم كانوا بيؤذوا الانبياء والقرآن بيقول انه بيؤذوهم، وده حديث احاد يخالف المتواتر ويخالف الواقع، يبقى يسموه ايه بقى؟ شاذ. الحديث الصحيح الذي يخالف ما هو أصح منه يسمى إيه؟ شاذ. يعني شاذ يعني إيه؟ يعني يقرأ ولا يستنبط منه أحكام، آدي معنى الشاذ، يعني يقرأ احتراما للإسناد لكن ما نستنبطش منه أحكام. ليه؟ لأنه ده بيخالف القرآن وبيخالف الواقع. فشفت بقى المذهب الوهابي كله قام على إيه؟ على حديث شاذ، عشان تعرف أنه مذهب شاذ من الأصل. فهمت بقى ازاي؟ ما ده ما احنا بنقول صحيح الاسناد، ما هي تعريف الشاذ؟ ما هو انت لازم تدرس مصطلح علماء الحديث. الحديث الشاذ هو الحديث الصحيح اسنادا ولكن يخالف ما هو اصح منه. واضح؟ يبقى طالما خالف ما هو اصح منه بقى شاذ. الشذوذ ده معناه ايه؟ معناه لا يستنبط به شيء في الأحكام. فهمت بقى؟ عشان كده الحديث الصحيح اللي يستنبط به في الأحكام لا تعريف، ليه تعريف؟ لازم يتوفر فيه 5 شروط. الحديث الصحيح اللي يستنبط به شيء في الأحكام لازم يبقى فيه 5 شروط. الاتصال، ما اتصل إسناده. أول حاجة الاتصال برواية العدل الضابط، العدالة والضبط. كويس، ادي 3 شروط او الاتصال والعداله والضبط في الروايه، من غير شذوذ يعني مخالفه لما هو اصح منه، ولا عله مخفيه، ادي 5 شروط.
لما تتوافر الخمس شروط دي في حديث صحيح ولو رواه بني آدم واحد بس، يعني أحد غريب يستنبط به في الأحكام. واخد بالك إزاي؟ يبقى هذا الحديث فيه إشكال اللي قلت لك عليه، ولذا هو من جنس الشاذ، وليس الشذوذ معناه نفي صحة إسناده، ولكن الشذوذ في المتن لنفي الاستنباط منه لمخالفة ما هو أصح منه. فهمت بقى إزاي؟ عشان كده ما نقولش إن البخاري فيه حديث ضعيف، لأن الشاذ ليس من جنس الضعيف، الشاذ من جنس الصحيح. فهمت إزاي؟ والبخاري قال أنا هجيب الأحاديث الصحيح، قال الصحيح، لكن لما نشوف الحديث الصحيح المروي يخالف ما هو أصح منه يبقى يسموه إيه؟ شاذ، يعني ما تستنبطش منه أحكام. واضح؟ وإن كنا شرحناه بالطريقة الصحيحة برضو، إن النبي بيحذر إن اليهود عملوا كده فما تعملوش كده في قبري. يعني يحتمل فهمه بهذه الطريقة اللي أنا شرحتها في أول المجلس. فهمت إزاي؟ يعني ممكن تشرحه بالطريقة وممكن تقول إن حديث شاذ. طب أمال إيه الحديث المنكر اللي هو من جنس الضعيف بقى؟ المنكر من جنس الضعيف، لكن الشاذ مش من جنس الضعيف، الشاذ ده صحيح. الحديث المنكر هو الحديث الذي ايه يكون ضعيف الاسناد او حسن الاسناد، حسن الاسناد مش صحيح بقى، حسن الاسناد، والحسن ادنى من الصحة، ويخالف ما هو اصح منه اعلى منه، يعني حديث حسن يخالف الصحيح نسميه منكر، فيصير بعد الحسن الى النكارة، وكذا الحديث الضعيف الذي يخالف ما هو أصح منه يسموه منكر وهو ده من جنس الضعيف، بخلاف الحديث الضعيف اللي يوافق الصحيح ينجبر إلى الحسن فيستنبط به. فهم؟ يبقى عندي حديث منكر وحديث حسن وحديث صحيح وحديث شاذ، كل دي المصطلحات دي لازم أبقى عارفها، علشان إيه؟ إذا كنت بقرأ في كتب السنة لازم أبقى فاهم هذه المصطلحات. الأصح منه إما القرآن أو الحديث المتواتر أو الحديث الأصح إسنادا، أدي الحديث يعني أكتر قوة في إيه؟ في الثبوت. فهمت بقى إزاي؟ أدي الحكاية. وعن أبي قال حدثنا، وهو جايب الحديث ده كله عشان الخميصة اللي النبي يعني إيه كان بيغطي بيها وجهه، يعني إيه كأن النبي استعمل الخمائص وهي إيه؟ الثياب المزركشة أو اللي عليها علامة أو لون. كويس؟ وإن كان ما كانش يحب يصلي فيها، لأن لما يجي يصلي ينشغل بالزخارف، ما كانش يحب يصلي إلا في الحاجة السادة صلى الله عليه وسلم، لون واحد علشان ما ينشغلش حتى بزخارفها. وعن أبي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خميصة لها أعلام، أعلام يعني إيه؟ يعني زخارف ألوان على حروفها، فنظر إلى أعلامها نظرة فلما سلم قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهل فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي، وأتوني بأنبجانية أبي جهم ابن حذيفة ابن غانم من بني عدي بن كعب. أبي جهم ده كان بيتاجر في إيه؟ في الأكسية والعبايات والحاجات دي، تاجر. فقال لهم إيه؟ خدوا الخميصة دي اللي فيها أشكال شغلتني في الصلاة، رجعوها لإيه؟ لأبي جهم، وهتقولوا من عنده إيه حاجة سادة، أنبجانية يعني إيه سادة، لا ألوان فيها، لون واحد بغير زخارف. وعن أبي قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن حميد بن هلال عن أبي بردة قال أخرجت إلينا عائشة رضي الله عنها كساء وإزارا غليظا فقالت قبض روح النبي صلى الله عليه وسلم في هذين صلى الله عليه وسلم. باب اشتمال الصماء، والصماء اللي هي إيه؟ قطعة القماش التي يكون ليها فتحة تعدي الرقبة وما لهاش فتحات تانية تعدي ايديك فتنزل منك زي الخيمة كده. نهى النبي عن اشتمال الصماء ليه؟ لان ايديك مش براها، عايز تطلع ايدك منها تعمل ايه؟ تروح رافعها كده تقوم عورتك تبان، يعني لو وقفت عليك دبانة وعملت كده نشيت الدبانة بانت عورتك،
فهمت؟ عشان كده نهى النبي عن اشتمال الصماء. الصحابة ما كانش عندهم غيار داخلي، ما كانش بيلبس سليب وكلسون ومش عارف، ما كانش لسه عندهم الحاجات دي، فهمت ازاي؟ وكان يلف كده وما فيش حاجة تحت، فلو اشتمل الصماء وأراد إن هو يخرج يده هيعمل إيه؟ يرفع إيده تبان عورته، فنهى النبي عن اشتمال الصماء، لا في الصلاة ولا في غير الصلاة، وفي الصلاة أشد نهيا، لأن الصلاة بتحتاج إنك كل شوية ترفع إيدك، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يبقى إن شاء الله عورتك هتبان في الصلاة 20 مرة، فهمت بقى إزاي؟ وبالتالي إيه، مكروه إنك أنت تشتمل الصماء لا في الصلاة ولا خارج الصلاة، فهمت؟ وسماها صماء ليه؟ لأنها لا يوجد فيها فتحات لإخراج الأطراف. وعن أبي قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله عن خبيب عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة. دي نوع من البيوع في الجاهلية، يعمل له ايه، يجي له في يوم في الضلمه في اخر السوق، السوق خلاص خلص والدنيا ضلمه وعايز لسه يبيع، يقول له حط ايدك بس اللي تلمسه انعقد البيع، فسموها الملامسه، يعني ينعقد البيع بمجرد اللمس، وهذا بيع قد يؤدي الى النزاع، لان قد تلمس ما لا تريده، عندما تتفقده بعد كده في الضوء يمكن تلاقيه مش هو ده اللي انت عايزه، فيؤدي الى النزاع، فنهى النبي عن مثل هذه البيوع. والمنابذه برضو نفس الحكايه، يقول له ايه، اذا نبذت لك ايه ما خلف ظهري ب10 دنانير فقد تم البيع، موافق؟ قال له موافق، يقول له يبقى تم البيع، وبعدين يطلع له اي حاجه طلع مش عايزها، يطلع مش عايزها، فنهى النبي عن مثل هذه الاشياء، لان اكل اموال الناس بالباطل. لابد من ايه، من رؤية المبيع وتفحصه وايه وفحصه من المشتري حتى يشتري بغير ايه، بغير خديعة. يبقى نهى عن الملامسة والمنابذة، ودي بيوع جاهلية. وعن صلاتين بعد الفجر حتى ترتفع الشمس وبعد العصر حتى تغيب، الا ان تكون لها سبب سابق او مقارن، كما ايه ذهب الشافعي. وان يحتبي بالثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء بينه وبين السماء، وأن يشتمل الصماء. يحتبي بثوب واحد يعني إيه؟ يعني يبقى لابس ثوب واحد مش لابس حاجة تحته، وبعدين يرفع رجليه كده ويضمها على بطنه ويقعد كده، طب ما أنت إن شاء الله عورتك بانت، أي واحد معدي شاف عورتك. فنهى النبي أن يحتبي الرجل إيه في ثوب واحد، فهمت إزاي؟ لأن الاحتباء يؤدي إلى ظهور العورة طالما لا يلبس غيره، فهمت؟ وكذلك اشتمال الصماء، لأنه لا يوجد إيه مخرج للأيادي والأطراف، فإذا أراد أن يستعمل يده رفعها، فإذا رفعها ظهرت عورته، يبقى كل ده من باب الستر، لأن الإسلام جاء إيه وحث على ستر العورة للرجل والمرأة. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عامر بن سعد أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين، نهى عن الملامسة والمنابذة. في البيع والملامسة بيعرف لك الملامسة ده اسم مدرج من الراوي، والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذلك، فيتم البيع بمجرد اللمس يعني. والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر ثوبه، ويكون ذلك بيعهما عن غير نظر ولا تراد. واللبستين اشتمال الصماء، والصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب، واللبسة الأخرى احتباؤه بثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء. باب الاحتباء في ثوب واحد. وعن أبي قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن وأبي الزناد اللي هو عبد الله بن زكوان، والأعرج اللي هو عبد الرحمن بن هرمز، عن الأعرج عن أبي هريرة اللي هو إسناد الذهب، سلسلة الذهب لأبي هريرة، دي أعلى أسانيد أبي هريرة.
خصوصا كمان برواويها مين؟ الامام مالك كمان. شوف مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي رواه. ولو كمان مرويه في الموطأ وجاء الامام الشافعي رواها، يبقى الشافعي عن مالك، يا خبر، يبقى اسناد رهيب. الشافعي عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره، اسناد زي الذهب. فهمت بقى؟ قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين، أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء، وأن يشتمل بالثوب الواحد ليس على أحد شقيه، وعن الملامسة والمنابذة. وعن أبي قال: حدثني محمد قال أخبرني مخلد قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء. باب الخميصة السوداء. وعنه به قال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إسحاق بن سعيد عن أبيه سعيد بن فلان هو عمرو ابن سعيد بن العاص عن أم خالد، أم خالد دي أخته، عن أم خالد بنت خالد، أم خالد بنت خالد: أتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن خالد ده اللي هو خالد ابن سعيد بن العاص، فبيروي عن إيه؟ بنت أخته، عن أم خالد بنت خالد: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصة سوداء صغيرة، يعني حجمها صغير كده، تنفع مقاس أطفال يعني. فقال: من ترون نكس هذه؟ نديها لمين الصغيرة دي؟ فسكت القوم. قال: ائتوني بأم خالد، كانت أم خالد لسه صغيرة. فأتي بها تحمل، فأخذ الخميصة بيده فألبسها وقال: أبلي وأخلقي. أبلي وأخلقي يعني إيه؟ يعني تدوبي، تعيشي وتدوبيها، تبليها يعني تدوبي. واخد بالك؟ اللي احنا نسميها دلوقتي بالمصريين يقول لك ايه؟ تعيش وتدوب. نفس الايه؟ قبلي واخلقي. والخلق اللي هو الثوب القديم اللي هو ايه؟ كسر لبسه، دليل طال عمره يعني، لبسته مده طويله. قبلي واخلقي. وكان فيها علم اخضر او اصفر، فقال: يا ام خالد، هذا سناه، سناه بالحبشية حسن، يعني بيكلمها بكلام الأطفال، هي كانت مولودة في الحبش، فكلمة سناه بالحبشي يعني جميلة. فبقى يشاور لها على الرسومات اللي في الايه؟ في الخميصة، يقول لها: سناه، هذه سناه، سناه يعني جميلة بلغة ايه؟ بلغة الحبش، لأنها كانت مولودة في الحبش. فاهم؟ يبقى النبي اهو اتكلم ورطن بغير العربية، يبقى النبي رطن بغير العربية، يبقى إذا رطنت بغير العربية في وسط كلامك سنة نبوية. والوهابية لا يقبل هذا، يقول لك إيه ده؟ الشيخ يتكلم كلام غير عربي وفي الخطبة؟ يا عم ما النبي كان بيعمل كده، إيه المشكلة؟ النبي هو المقصود من اللغة الإفهام، فطالما هيفهمك خلاص. وعن أبي قال: حدثني محمد بن المثنى. وده برضو يبين لك ان النبي كان يعرف لغات اهل عصره، عرفك دي كمان، حتى لدرجة انه ايه؟ ادي حبشية وبالحبش، وكلم ابو هريرة بالفارسي في حديث تاني رواه الامام القاضي عياض في الشفا باسناده، سيدنا ابو هريرة من اليمن، واليمن كانت تحت حكم الفرس، فكانوا بيعرفوا فارسي بسبب انها كانت تحت حكم الفرس. سيدنا ابو هريره كان عنده نوع من الاسهال ومرض في بطنه، ورائد كده حاطط بطنه على الارض من شده المغص وايه والمشي، المشي اللي هو الاسهال يسموه اسهال، يعني ماشي رايح جاي يعني. فالنبي لما دخل لقى سيدنا ابو هريره على هذه الحاله مش عايز يحرجه قدام الناس ان هو عنده اسهال، فقال ايه؟ ايش كان بدرده؟ بالفارسي يعني ايه؟ يعني عندك الم في البطن؟ فقال: نعم يا رسول الله. رواها بهذا النص، يبقى النبي اتكلم بلغات اهل عصره. فهمت بقى ازاي؟ وده يدلك ان عامل وفود النبي ما كانش محتاج ترجمان. في عامل وفود كان يجي له الناس من جميع الجهات يكلموه، مش محتاج ترجمان. وسيدنا علي يبقى قاعد بجواره ويقول: كنت اشعر اني اعجمي والنبي يقابل الناس ويكلمهم، وانا اعجمي يعني مش فاهم حاجه من اللي بيقولوه. واخد بقى؟ فدل على ان النبي كان يفهم لغات اهل عصره.
ودي معجزة له برضه، معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثني ابن أبي عدي عن ابن عون عن محمد عن أنس رضي الله عنه قال لما ولدت أم سليم، قالت أم سليم دي أم أنس، لما ولدت أم سليم قالت لي يا أنس انظر هذا الغلام فلا يصيبن شيئا، يعني في طعام يعني يأخذه أو لبن أو شيء من هذا، حتى تغدو به إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحنكه، يعني إيه يحنكه بريقه الشريف بعدما يختلط بتمرة، ده اسمه أو شيء يعني إيه فيه حلو. فغدوت به فإذا هو في حائط وعليه خميصة حريثية، حريثية نسبة إيه لمكان الصنع يعني، وهو يسمي وهو يسم الظهر الذي قدم عليه في الفتح. يسم يعني يعلم الإبل بعلامة في ظهرها في السنام عشان لما ترعى يتعرف ان دي ابل الصدقة، فهمت؟ ما تختلطش بابل الناس. باب ثياب الخضر، نكملها غدا ان شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.